حكومته وقتها قد ما رأيو حق حق شديدة يرفع شديدة يان لو دكتاقين سحوق لي بانو عمبارين انها وحانو قباقنا حكومتا سومالي لان إني سيدك دقا حرية ديسا وقصو عاليسو ومالين تي لباد ووحرين يهي حلبان محمد عبيب يوسف وكوحرين يهي حرق غير الدستورية وشرع جبينة محمد عبيب وحلبان كترسان قولا وكيلا دا ولقا صوت دورتين قبرك أوضل وددوينا قبرك صوت دورتين حسان الدولي يهي دي ودنبي قلقفك سومالي لانهي حلك الصباح هي وقيلك هذا دنبي لكن وعين شرعك الله مرا ودستورك الله دورا لكن إلا يسقف عشو حق لوغ مرها تدك وان عمبارين أن حريك حلبانك سحوق لي بانو عمبارين أن وحانو قباقنا حكومة سومالي لان إني سيدك دقا حرية ديسا وقصو عاليسو تدوينها سومالي لان ملك ستوي شوغان قودة هامبا كارهان قبل كاوضل سيب الدقمة بورما تدوينها كنا روحان لنا هاي وانرقو باقيا استجية حكومة دا وقتية قدامانا يو حق حق شديدة يرفع شديدة يان لو دكتاقين وان لقل دامين مدنكو دورشو سوغيا ووقت قاباني كهاري ويسبدل امدو اي ربطو ايان سوغنا امدو حان لنا هاي ورحال الالي نبتقلية دا وحال استجيو وحلقو سوغو دورشا دا نبتقليو حكومة دا وحنوغو باقنا مسؤوليات دا نبتقلية دا دالكو هي دا سارن تخي وحنوغو باقنا وحق لوغو ليا وبان بريعا هين إنا دورتو أمانكا هي شرعيقا دستور كيلا لنتي سنة هي دا وحل سارن حريقا محمد عبيب يقير دستوريقا يبلع شرعيقا وحنلينا هاي حكومة دو سي دك دك هاوسو أفجرتو حلبان كنا وحساند له حرية ديسي سي دك دك هاللوغو سو عليو وحنكالو أنو أهد وكوم حدنا قيا وصومالي لان شقاقة دي كدع ديك دك مد قبل كسناك دك مد عاري قابو انتي كهول كشي هدي سلادين ليهين هدي اسميهين هدي قراديهين هدي تيهين ددوينها كنو القبل كسناك iyo Soomaaliland dhamaanteedba idii ka qayb qaadatay in shaqaaqadaasi sidii dib yar oo dhaqsa ay u dhamaato way ku mahadsan yihiin ilaahayna ha ka abaal mariyo dhibaato kasto dhacda cid uunba wax ku noqota nabadgelyada danta ku jirta waxaan ku soo gabagabeynayaa xukuumadda Soomaaliland war wallaahi hal la dhowro sharciga suurka hal la ilaaliyo wadanka nabadgelyadiisa ummada nabadgelyadeedana hal la dhowro يضع وحل صارن ومدنا وحل لين هاي استشيان هاي استشيان هاي العليان نبت قلية دا قلباتك هاي كوكا عسى حكومتنا يان لو راعين رو يان لو دكتاقين هلا قد دكتونا وينها عن قدر كل هاي خطر بقول يا جدع تعالى هذه خطر كوا الرورت هذا خطر كوا همت هذا خطر كوا وحين اللي هذا شروع بيلي هذا هاي عرفي بيلي هذا هاي walla gayab inaad aanad ugu aqoonin qof yaqaan oo waco iska hubi guriga aad degantahay koronto si sax ah ugu jirta qalabka aad isticmaalaysaa qalab sax ah ma yahay fiilooyinka guriga ku jira fiilooyin sax ah ma yihiin qalabka aad soo gadaa taleeftigiisu qalab sax ah ma yahay aad waxaan dad weynaha ugu talinayaa oo ku celcelinaya in ay bahashaasi waa khatar san horeyna u ure mana uran kartaan mana arki kartaan mana maqli kartaan sida kaliya lagu ogaan karaa waa in la taabto hadii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac fadlan iska hubiya itqaana oo waca dadka guriyaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guriyihiina korontada la idin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinayo tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warneeyo ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga qoostay ee aan dalalka ay ka soo stack soo saaray dalka ma ogolana in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daayay